السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير؟ جولة جديدة في عنا الربع. اليوم بدينا نصوروا في سيدي عيسى في الكوتي ديكاكتور طالع من بعد تاود، ما طلعش لفوق، دور على كوش، نحسب تما كارتي جديد، نحسب بكري ما كانش اكزيستي. دوك نديرو طلع جهة سيدي عيسى لفوق، طلع خفيفة ونادو نرجعو لمامو نروحو مع الخدمة كل مرة ويدينا المكتوب ان شاء الله. سونتر احنا نطلع الفوق بساحة نديرو طلع خفيفة ونمشي. كورسة
الفول داخله ما دام لا لا اه الفوق
Thank you.
نفسها خلاص عدد المناطق الرسمي وفي مرسوم بالمرسوم في تتم الموافقة على اتفاق الضمان اللي هو ما بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والبنك والأمر فيه مصادر وفي الحقيقة تم قرض عدد مش دي ولا تأمين الثروة وتأمين الموارد الطبيعية وكذا هذا طبيعي مفروض ناخذ بلاد كيما بلاد ايش يفترض هذا ايش يفترض انه عندك اولا حكم تتعلم الخاتم الغذاء مرتبط ارتباط جوهري بقطاع الماء ما لم تتغير طبيعة الحياة شنو احوال صدورنا شنو احوال التسرب في قنواتنا شنو احوال قاعدين نعملوا احنا 6 حالات المياه وانا كلفه ماء البحر اش نعملوا في المياه المستعمله اش نعملوا في الحفر العشوائي ثم استراتيجيه كامله
قطاع الماء وخاصة تتبعها استراتيجية في قطاع الفلاحة. شنو الزراعات اللي نركزوا عليها؟ شنو الزراعات اللي أقل ربما استهلاك للماء؟ شنو الزراعات الأكثر ضرورية لتحقيق الأزمة؟ حتى سامحني أنت تمشي للسوق ما تلقاش مثال، ما تلقاش البطاطا نوع، ما تلقاش صنف، هذا نوع آخر. البطاطا أصبحت عنصر ضروري، ونشكوا على أهم عنصر، لكن عنصر من العناصر الأكل التونسي ما تلقاش نوع من الأصناف الغرش يشوشكي ثم نوع من الذهاب نحو استقلالية تدريجية للغذاء. هذا الاستقلالية هذا مش قانون، هو مسار كامل تاع استراتيجية تاع بلاد تاع شعب يشتغل باش يكون أقل ارتباط وأقل ارتياد بالخاطر. زين نسالكم مع جمهورية الشعارات في كذا جمهورية الشعارات ما حدش تتصرف، خاطر جمهورية الشعارات تبقى جمهورية الشعارات حتى لين جمهورية الشعارات تصطدم مرة من المرات بالواقع المرير بالدلالة الحقيقية مش بالدلالة الاستعارية، وربما ربما إن شاء الله في أقرب الشاهد الأخير نخرج من جمهورية الشعارات إلى جمهورية الواقع. بعد ساعة بعد الأخبار رجع الساعة الثانية. L'Institut de langue française Molière propose des cours de soutien scolaire en français ou en anglais dimanche, samedi ou en semaine. Cette école, Lawina, Razella, Mensaset, Manoba, Maigrine, Montrouge, Passe Pasteur. Inscrivez-vous au 53 86 53 80. 53 86 53 80. فريغو تكنيك 50 سنة خبرة وليدرشيب، قصة نجاح كبيرة ما كيفهاش نحكي، وهم اللي يعرفنا وهم اللي ما يعرفناش. 50 سنة طورنا جددنا قدرنا بيكم وليكم، وبعيد عن 50 فريغو تكنيك تخليكم. فريغو تكنيك أجهزة المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. راديو مزيكا في تونس. السجل الوطني للمؤسسات يعلن في بلاغة تمديد في آخر أجل للتقسيم والتحييد بالسجل الوطني للمؤسسات إلى ما بعد 30 أكد أن ذلك المطار جاء متيارة مع برنامجه، ويجب أن يذهب نحو إفريقيا ونوضج علاقتنا في المجال الجوي والبحري مع الدول الشقيقة. هنا منصب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وخلال وقوفه مثلما قلت أنا عند جناح الخطوط الجوية الجزائرية أكد أن هذه الشركة هي حاملة لعنة الجزائر في الجو، ودعا إلى ضرورة أن تسير هذه الهبة وأن توثب نوعية الخدمات نحو الأفضل، وهذا ما سيزد
جسده لتأذن بكل فائدة. ما كان التفاصيل الأخرى سنوفق بها لك إن شاء الله. شكرا لك حمزة حسنوي، كنت معنا على المباشر. الصالون الذي يتواصل إلى غاية 2 أكتوبر القادم يتطلع من خلاله العارضون من الجزائر والأجانب لترويج العروض السياحية في بلدانهم وتبادل الخبرات ونسج علاقات وشراكات رابحة مثلما تعكسه. هذه هي الانطباعات التي بعث بها حمزة حسنوي. الدوي محمد من جانب المعروضات الثانيه انا صار تقريبا فضل هاش شهاد اخوي منتجات ان شاء الله ما خلي انا سبعه جزائريه. انا اسمي حسني بوسن من تركيا. اوكي جيني بعد انا موجود في الجزائر عندنا وكاله سياحه لكونسلتيك. نفس الشيء على الجزائريين عندنا شركه موجود في اسطنبول رجال اعمال جزائري في حبيبه تركيا ديروا بيناتهم للفون عندنا كونفرسيون وهذا بينه يكون ان شاء الله تطور. فانا تقريبا زورت 38 ولايه الجزائر كلهم ما شاء الله. لو كان فتحنا شويه باش نتسال على التوريزم، التوريزم يكفي على الجزائر. محمد صالحي المدير العام للشركه الجزائريه السعوديه للاستثمار، والغرض منها هو تمويل المشاريع في مجالات مختلفه بينها السياحه. حاضريا في هذا الصالون الدولي رقم 22 لعرض مشروعين تم تطويرهم من طرف الشركه. نامين حمادي مدير السياحه والصناعه التقليديه لولايه جامعه. هذه المره جانا شاركت بقوه شاركت وكالات سياحيه كي تعرض المنتوج الخاص بولايه جامعه المعروفه انها يعني كولايه سياحيه بامتياز نظرا لتوافد عدد كبير من السياح سواء كانوا وطنيين او اجانب. في قطاع السياحة دائما اكتشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة عبد الحميد التبين خلال برنامج ضيف الصباح مع سمية المنصوري عن تسجيل حوالي 2 مليون سائح توافدوا خلال موسم الاصطياف موزعين عبر 900 مؤسسة فندقية في الولايات الساحلية، مؤكدا حرص الدولة على النهوض أكثر بالقطاع الاستراتيجي كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. موسم الاصطياف سجلنا انتعاش كبير على مستوى المناطق الساحليه من العائلات الجزائريه وحتى الاجانب. في نفس الاجانب سجلنا شهر جويليا وشهر اوت حوالي 400,000 توافد سواح، كما سجلنا توافد السواح الجزائريين والعائلات الجزائريه على مستوى الولايات الساحليه حوالي 10 ملايين تم احصائهم عن طريق يعني الهياتنا الولائيه، وسجلنا حوالي 2 مليون سائح توافدوا على المؤسسات الفندقيه التي يصل عددها في الولايات الساحلية إلى حوالي 900 فندق. بعض الأرقام سجلها الأهمية المدنية حوالي 120 مليون مصطفى. إلى ملف تحضيرات القمة العربية المرتقبة بالجزائر في الفتح والثاني من شهر نوفمبر الداخل، تواصل وادي الجزائر تحضيرات القمة العربية تحضيرات حظيت بإشادة واسعة من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكية الذي نوح بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام. وثمن مبادرة الجزائر أن تكون القمة 31 قمة بدون ورق وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية. إلى ذلك أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغاري على أن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر ستحدث نقلة نوعية في العمل العربي المشترك. جاء هذا على هامش إشرافه اليوم على إطلاق شبكة برلمانية للبيئة Thank you.
الاقتصادية تنتظر القمة العربية بالجزائر تصوغ توافقات لرفع تحديات وجودية راهنة للبيت العربي والدول العربية مطالبة باتخاذ مواقف واحدة من أجل نظام اقتصادي واحد. المحلل السياسي اللبناني محمد علوش. نحن في لبنان نؤمن أن الجامعة العربية تحتاج إلى كل الدول لأجل الظهور حيث تشكل قمة الجزائر نظام العربي. اتخاذ مبادرات فعالة تستطيع أن تؤثر في مجرى الأحداث بإعادة رمي الشمل العربي هو المطلوب اليوم، يقول الدكتور أيسر الحجازي رئيس رابطة خريجي الجامعات الجزائرية في لبنان. تأسيس لقضاء اقتصادي عربي على شكل تكتلات اقتصادية قوية اهتمام كبير من قبل الشركاء الأجانب بافتكاك مشاريع جديدة مع مجمع سونطرا، هو ما يؤكده روبرتو بارتوكو المسؤول التجاري بمؤسسة بتروفاق البريطانية. كان لنا شرف توقيع اتفاقية مهمة مع سونطرا وكذلك مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول، يود افتكاك واستغلال هذه الفرصة. بتروفاق لها جذورها من هنا في الجزائر. بدأنا أول عمل تطوير سنة 2000. هناك مشروعين وهما تينهات وعيد سينا، كلاهما يشهدان تقدما. حاليا تينهات بتسيها دخل حيز الخدمة والآخر سيكتمل وسيسهمان في رفع القدرات الإنتاجية الغاز الطبيعي للجزائر. استثمار سونطراك في الهندسة الإمداد والبناء لتطوير حقول الغاز من شأنه رفع القدرات الإنتاجية لهذه المادة والكفر بالاقتصاد الوطني. تضمن بيان السياسة العامة للحكومة عدة تدابير لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة وتنويع فرص الابتكار. خطوة حسب الخبراء في شأن الاقتصاد تسمح بالبحث عن موارد اقتصادية جديدة خارج قطاع النحو. والتفاصيل مع ياسر الفنان. المؤسسة الناشئة قادرة الاقتصاد الوطني والتوجه الجديد للحكومة من خلال تدابير تهدف إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار. وهنا اتجهت الجزائر إلى استحداث قاضمة الأعمال وفي أفق التركيز على الرؤية الاستشرافية. إسحاق خرشي خبير اقتصادي. رؤية نظام بيئي ريادي للشركات الناشئة في الجزائر تطلب إرساء أدوات جديدة للتمويل ومرافقة مؤسسة ناشئة للبحث عن مورد اقتصادي جديد. بعد يتضمنه الخارطة الاقتصادية للجزائر. عبد السلام سعودي الخبير في الشأن الاقتصادي. الاقتصادية والاجتماعية بما لها أهمية من الحفاظ على الثروات تؤدى أيضا من الحفاظ على البيئة. اليوم في مجال الاقتصادي عبارة عن نوع جديد من خلال الذكاء من خلال الحفاظ
الحفاظ على مواد الطاقويه وغيرها. الدوله الجزائريه عندها ترتيب وتوجه نحو هذا الجانب، كما انها يعد ايضا محرك مهم بالنسبه للمؤسسات الناشئه. وضع إطار قانوني ملائم يسمح للمؤسسات الناشئة بالتحرك في فضاء اقتصادي يتميز بالاستقرار التشريعي، يأتي في ظل صدور قانون للاستثمار وفي سياق ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات، كلها معطيات بشأنها تشكيل أرضية قوية تعتمد عليها المؤسسات الناشئة لانطلاقة نحو آفاق واعدة. وفي دولياتنا أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في الحرية للرأي والتعبير والإعلام، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وحرية التجمع السلمي التي استهدفت المدونين والناشطين الإلكترونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعبرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي عن تنديدها بالحكم الاستئنافي الجائر والانتقامي في حق الناشطة سعيد العلمي الذي رفع عقوبتها من سنتين إلى 3 سنوات سجنا، كما شجبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استدعاء المعتقل السابق رشيد سيدي بابا من طرف وكيل الملك المطول أمام المحكمة، واستمرار متابعة الناشط الحقوقي رضا بن عثمان في حالة اعتقال في قضية متعلقة بتدوينات وكتابات تنتقد الأجهزة الأمنية. إلى شريط الأخبار الدولية مع ياسمين بالحسنة. قوات الاحتلال الصهيوني تستولي اليوم على حافلة لنقل العمال في رأس الأحمر جنوبي شرق طوباس في المنطقة الغربية. الوفد الصحراوي المشارك في الندوة السنوية لحزب العمال البريطاني يطالب الحكومة البريطانية بالضغط على المغرب للالتزام بقرارات مجلس الأمن. القوات الأمنية العراقية تطلق عملية أمنية واسعة جنوب الموصل الشمالي العراق. منظمة الأمم المتحدة للأغذية تسلط الضوء على أهمية معالجة النزاعات وآثار المناخ في ظل أزمة الغذاء. ونختم بالرياضة، حيث يواجه المنتخب المحلي لكرة القدم اليوم نظيره السوداني وديا بداية من الساعة 8 ليلا بملعب ميلودفيت في الوهران بدون جمهور في ختام تربصه التحضيري للبطولة الإفريقية للمحليين التي تحتضنها الجزائر مطلع السنة القادمة. ختام الجريدة تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يشرف على افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار ويؤكد على جودة الخدمات والأسعار المدروسة لجذب السائح الجزائري. وزارة السياحة تكشف للقناة الأولى عن تسجيل 400,000 سائح أجنبي خلال موسم الاصطياد. رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يؤكد أن حكومة الجزائر ستحدث نقلة نوعية في العمل العربي في المشترك. في الجريدة تابعت مرصد انطباعات يخب الرأي العام العربي حول تحديات القمة العربية في الجزائر عبر الشريط الجزائرية. في ضرب وجيز بالدليل ان الحرب اسيمتريك، وجيشنا كان متعود على الحروب
تضرت بالاغتيالات، تضرت من الارهاب، والناس الاخرى اللي هي متهمه عايشه تحت الحراس بسبب التهديدات الارهابيه. في 99 انت تحكي لي في نفس الفعل معك. تفضل. مش قاعد نقص على السيد. تفضل. لا لا تفضل. نحب نفهم معك. لكن انت اللي تحكي لي عليه هذايا هو في تطور منهج العمل. قبل النجاحات يمكن تحكي عليها زاد جاء قبلها فشل ذريع. والفشل الذريع هذا جاء من خلال تسير صار مع المجموعات الإرهابية على امتداد سنوات منذ 2011 تقريبا إلى 2013-2014، والتسير هذا خلف الحرب، والتسير هذا خلف ترعرع وتغلغل للإيتلاف. وهذا الإيتلاف وقت الإيتلاف الحقيقة نحب نفهم أنا اللي علاش ما يخرج هذا للجانب هذا موضوعين ويتكلم عليه حد في المكان عليه. أنا نعرف المجموعات الإرهابية ما تغلقتش في البلاد بعد الثورة في تونس. المجموعات الإرهابية ضربت في تونس قبل الثورة وفي العز بالعقيد وسيطرتوا على الأجهزة الأمنية. أما التسير معاها بعد الثورة. ضربت في جلبة أخرى في برشا مجلسات. تونس مشاو سافروا قبل مشاو قاتلوا في أفغانستان. مشاو قاتلوا في البوسنة. هناك في بداية كلمة يعني قامت الثورة كانوا من الوقت في السجن. صار جدل اللي يتمتعوا بالعفو ولا ما تمتعوش. قاعد في الباجي قاعد في الصحة تقدير كبير وفي المتعوى. قال لك مدير من الوقت. أقل شيء أقل شيء أقل شيء بالإلزامات المغلظة المفروض بها الآن. أقل شيء. كما موضوع المناولة. تم تصحيح على المناولة. أنا أقول أوكي ما تقدرش. ولكن كان يجب أن يكون بشروط تخليهم هم يستفيدوا والدولة تستفيد. أنا وقصين لا 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 مش هاي مش هاي وقت اللي شدت ترايك الحكم ما تنسيش قبضي ليس شدت الحكم هذا الموضوع بدأ أن تبعه بالتقارير الأمنية والأجهزة كانت يعني متيقظة وعلى طول ذلك جاء التصريف عن يعني تنظيم إرهابي إرهابي يا سيدي أي سلمة أخطاء صار في معالجة الملف هناك وبين واحد كتابه بأنه متواطن على هذا الناس اللي فرق بين السماء والأرض هذا تنفسه سيطة أرضا خلي القضاء يحكم ونشوف على ضوء ذلك عليش يخليه القضاء ما يحكمش القضاء هذا خليه أنا أقول يا سيدي يخوضوا استماعات في لجنة الأمن في لجنة التحقيق في التصفية تم عشرات المسؤولين فلسطينيين وأمنيين وعسكريين نفترض أنه 50 استماع خذوا منهم برزان لرجل صار كمية كبيرة لرجل صار مثلا 25% وطلعوا على الوثائق اللي تقولكم كلكم الوثائق والاستماعات وش هي وش هي جوزيكو فلوس الحين أنا نسألك أنت يا صعب كيف ما كانش كان تقول الحين إحنا لجنة التحرير المعنية وخلقنا إلى جزء من المسؤوليات القوية للجمعيات تربي تربي على خاطر يعتبروا أنه أنا كنت معايا ومطلع حزب معايا وغيره وقال زادة أنه بالنسبة لها حركة المعنى والسيطة المعنى هي اللي تتحب تترأس اللجنة قبل التقرير النهائي وأنه إذا كان ما مشيتش أعمال اللجنة إلى الجلسة العامة فلأنه حركة المعنى كانت تحب تستأثر به رئاسة اللجنة لكتابة التقرير النهائي هذه تصريحات أنا ما نقولش هذا كل الأوضاع في حزبهم وثانيا كل خلفتها واحدة من الأستاذة هالة بن عمران ثالثا
ما صارش تقرير اصلا باش يقولوا نزوه للجلسه العامه. انا بيدي طالبت بان يكون ثم تقرير. علاش ما صارش؟ ما حبوش يعملوا تقرير لان كل الاستماعات تفند الروايه نتاع اللي ثم اطراف سياسيه تواطات وخططت مع الارهاب من خلال عمليه التسليح. انا قلت هذا وهذا قلت لك شو عملوا طراز وخام. وخذوا كل السؤال الاخير سي عطيف، هل تعتبر ان في تونس عندنا اليه للمحاسبه السياسيه؟ المسؤولية السياسية هذا تقال في ملف الاثيرة السياسية وتقال في ملف تشريف ملف اليوم على حتى آلية تمكن من أن يحط السياسة أمامنا ويقولوا له يا سيد هل تعتبر أنه عندك مسؤولية سياسية؟ هذا تعمل في بلدان أخرى مثل المحاكم تقول يا سيد بنود إكسبسيون اللي يكونوا فيهم الاستماعات هنا الأصل الاستماعات ها ويترتب عليها مسؤولية سياسية. نحن اليوم على كل ثم أسلوب نجاح في دولة أخرى علاش لا نتبناوش؟ اليوم عندنا المحاسبة وثم إعلام لكن خلي نثبت الحقائق القضائية من حجة الفرصة عليها. اثنين ثم المحاسبة بالصندوق وثلاثة إذا ثم شكل تحولات الدولة من الدول علاش لا نستفيدوش منه؟ أهل التجارة نعمل في العدالة الانتقالية في تونس شبه تجربة جنوب أفريقيا تجربة المغرب وتجربة كذا وكذا ما لا نستفيد منه. اليوم الأسهم القائمة القادمة في على القتل اتخاذ حزب مشيشان اختشاك. أنا أرادنا هو عدم المشاركة في رزوين قيس خايت باعتبار مالك شرعا وعدم المخابرة في ثلاثة فصول. فصل منهم هو أن المذهب الانتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة الوعيد الكذب إلى الشعب تجديد الشرعية. قيس سعيد المتوسط رزوين هو جمعته ببرنامج جمهورية بالنظام الأسلوف في كنف الدستور الجديد؟ لا لا في كنف الدستور القديم ويكون حتى ويكون حتى مسكوت عنه لأن الانتخابات الرئاسية ما تأثرش برشا بالدستور. فما دام ما تمتش عملية سياسية تشارك فيها الدولة كيفاش نخرجوا من المعركة كاملة؟ ما نجموش نحكموا شعبنا راهو ممكن التسلل لهذا البرلمان بأفراد جماعة قيس سعيد راهو ممكن يجيب حل للبلاد. الانتخابات القادمة ستكون حلقة من حلقات التأزيم وان تكون خطوه باتجاه الحق. لكن سامحني سي عطيف التكلم على لحظه الان جزء كبير من الراي العام يرى اللي ما عنده حتى ادنى مأزق بالعكس احنا ايجاد مؤسسات جديده خروج من الوضع الاستثنائي انتخابات تشريعيه دستور جديد قانون الانتخاب يقول لك خويا انت قطعت امورك. انا اقترحت عليك مقترح سياسي في كنف الدستور وبالرحم دستور 2014 وانت ما حبيتش تنخرط في ذلك. شوف هذا الدستور اللي تعمل انا ناكد لك لو كانت ملكيه في تونس افضل من ذلك الدستور. فهمت؟ لو كانت ملكيه في تونس تكون افضل من ذلك الدستور. هو الدستور الفردي المتحرك. هذوما ناس يتكلموا على نظريه عالميه جديده باش تبدا في تونس. يا وليدي اهبطوا للارض، اهبطوا من العلو الشاق، حطوا ساقيكم فوق الارض. رانا تونس غير نحلوا مشاكلنا اللي زاد بزاف. شنو الفرق ما بين الناس اللي قالت في وقت من الاوقات الاسلام هو الحل؟ كل واحد عنده ديالوجيا. لا هذه مقوله ثقافيه. الناس هذوما هي زعلان. لا ماهوش نفس الشيء سي الياس، ماهوش نفس الشيء. هذو الناس يحبوا نظام فردي يغطيوا عليه بمجموعة قوانين ودستور وكذا وسترون. اليوم قيس سعيد عنده 430 يوم في السلطة. أقل شيء. أوش قلت أنت؟ قلت ها قد جمعت ها قد جمعت ها قد جمعت ها قد جمعت 400 ونهار 430 ها قد جمعت سلطات السماوات والأرض. لك 400 يوم ويوم وأنت وحدك في السلطة. ماذا قدمت للمواطن؟ لم تفعل شيئا غير النهب في النهب بالسلطة وغير تدمير البلاد وغير سد الافاق امام المواطن. الافضل هو ان تعود الى الواقع الى الوطن. شوف هو اليوم هذا رصيد هذا هو يمكن رصيد. شوف كما سندناه انا شخصيا تدمير البلاد. نعم هو يدمر البلاد قيس سعيد. شوف ماشي اي اجراء اجتماعي لصالح المواطنين يترجم به الشعارات نتاعو او مشيت مسرح ما خلاش مشى هز رشكلو وبعدين تبين انه الراجل مظلوم معناه داخلين على فريقه ولد الناس ما تحبش تخفف. مشى المعمل الحديد عمل له شوها بعدين القضاء يعني بره. رجال الاعمال اللي يتكلم عليه بالقوه كيف يقابلهم يقول لهم لاباس ما حدش في الحبس. Thank you.
في تمليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع اليمال ومالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا رو ما بيا غير خايف مشتاق يا نالو عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي تلحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي تحبك يا زاو العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا درت فيك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحانو ميدي فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي بالحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرما ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بيخلص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بيخلص وفيت عمري كدبت عليك انتي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي
خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي تحبني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مرتين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياه نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياه نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد جيبلي من امي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي أجي نفهم الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم وللعظمات مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم وللعظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد والخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيره يا بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين Thank you.
موعود ليك في السعادة والخير. واللي بغى قلبك يحضر إيديك انتي ناوية ترميني في بيك، وعلاش في الغدر ماشي حقا ليك، وعلاش ناوية ترميني في بيك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حقا ليك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حقا ليك، علاش بالغدر ماشي حقا ليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. الحب يا الغدارة كيف يدير، العين تنهدى ماشي خسارة فيك، انتي معودة عليا بالتدمير، هكذا الخير يتعود كيف يديك، وعلاش يا الناكرة العشرة والخير، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. طبايعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات الحيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، حتى طبيعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني زدت الحيلات، الحيلات حيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، لكن باين على وجهك التغيير، الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك، موالفة تنكري العشرة والخير، وتبدلي المحبة باللي يغويك، وعلاش يا بنكرة العشرة والخير،
علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك 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 الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي في النوار الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي في النوار الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني ما دونساني إلي إلي حبيبي ديالي فينو إلي 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 حبيبي ديالي فينو يا سيدي كيشان عاب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي سيدي يا سيدي كيشان عاب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول شوا سيدي حبيبي زاني ما لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي في نوا عيدي عيدي حبيبي ديالي في نوا ولفي ولفي قولي وانت نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. Thank you.
ملي عت المحبة نكدي طال فنيت ملي عت المحبة نكدي طال صبغ نجانال تعالي يا مالو راني هاي مهمين نترجع للفصانة ونسال عليه من سباني بنجال ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق خيالو ما برالي بعد ما نويت وبريت جراحي طالو يا يو حتى يهولوني نعود مصاهر الليالي جراح الحب والغرام والغيوان شاطنات بالي هذو من غير شب زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدر نعمل غني العالي سبقي وحدين صرفوني وفامي جاني حذروني يا لي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي حذروني يا لي ولاش تلوموني هكذا في حالي سير خلي وكل حالي سير على لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي يتورع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شاكي باكي من هموم قليبي وهواني
الغرام وللغرام تايه طرع عقله يعود سالي يعود سالي ترى يبقى همين هايم لا ما يزال غرام مصيبته مصيبة وصغى يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدا على الحبيب لا بيرتالو عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حال عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حال كسرى على نصال وما قسى علي الهلالي علي الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي والمتال بعض من الناس كايلومو ويزيدوا في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كايقولوا هذا عمذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راه تقوى تعلالوا كم من واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكا يخفف دمبي بقوالي عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو سيرتي ما نبغض إنسان ما نبالي ما نبالي ما نشتم حد واللي يغتب ما نسغالو قابد حدي وكان ساعف الغرام اللي في دخالي اللي في دخالي نخمم في حكايته آش يكون في صالو لولا الغرام ما نخمم ولا نسهى على شغالي على شغالي يبلي من لامني ويجرب ما يجرالو يدوق الحب غير مرة ولا يجبر ليه والي ليه والي يدوق صايسو سمو جرح مصالو ما يعدر غير من تكوى ونجرح كيفي من العوالي من العوالي واهل اللي يحبهم كوية عمدان وعذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو
ملكوني بالبهاء ولا حولي جسمي على المالي على المالي ملكوني اهلي بحسن خد مع خالو هما هما اللي سباب هوايا هما دوا علالي هما هما زهو العاشق عليه سالو هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي وانا بعد اخدم ليهم فاش ما قالوا اشرام الله يحبهم وري وهلي اه يا متالي يجي حتى يفيدني ونفيد ونسالو نهيت بيات حلتي بسلامي ما فاحت الغوالي للموهوب ياكدو هات العلم لالو عذروني يا اهلي ولا اشتلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو عذروني يا اهلي ولا اشتلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو. واقع القطاع الفلاحي وآفاقه بولاية عنابة مؤشرات فلاحية رصد انشغالات الفلاحين وطرحها على مسؤولي القطاع
مؤشرة فلاحية مع عبد الرزاق إدريسي. السلام عليكم ورحمة بكم في هذا المباشر من إذاعة عمان الجهوية وحصة مؤشرة فلاحية. إذن هو الفضاء الذي نخصصه عبر أمواج إذاعة عمان لمواكبة كل جديد لقطاع الفلاحة على مستوى ولاية عمان. أمسية هذا الخميس سنخصص الحديث على كل ما يتعلق بالاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي لطبعته 29 وتحت شعار الفلاحة 60 عاما من الإنجازات لتحقيق الأمن الغذائي الذي ستحتضنه ولاية عنابة خلال نهاية هذا الأسبوع. سنخصص الحديث أيضا مسمى كارم للحديث على تحضيرات حمة الحرث والبدر لموسم 2022-2023 على مستوى ولاية عنابة وعديد الأنشطة الأخرى مع ضيوف الأكارم يشرفون اليوم حضورهم في المباشر عبر أمواج إذاعة عنابة الجهوية. ونبدأ مع السيد نعم شو لهنا هيا رمبو مازال قدام بس قلت لك البنك هاي البنك هذا اليوم هو يوم مفتوح لكل شرائح المجتمع الجزائري
ما يعرف واش دار واش راح يدير ان شاء الله، واش عندكم مؤهلات للقطاع الفلاحي سواء في خلق مناصب شغل في الاقتصاد الشباب هذا تاع لي ستارت اب وعليه ولما لا يدخلوا في النظام الاقتصادي الفلاحي، وكذلك نوجه حتى السياحه الفلاحيه والبيئيه في هذا الميدان. نعم شكرا بارك الله فيك سيدي الكريم. اذا معنا ايضا السي عمار سعدي رئيس الغرفه الفلاحيه. نعرف انه الغرفه الفلاحيه شريك فاعل وفعال في كل التظاهرات المنظمه في قطاع الفلاحه، تكونوا حاضرين ان شاء الله للقوى كل فلاحي ولايه عنابه. السي عمار شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما اشار زميلي مدير المسرح الفلاحيه في مناسبه تحيا استثنائي، وهذا
ناجح أولا قبل عشرين بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بفضل الفلاحين هم العنصر الأساسي والبارز في الإنتاج تعبهم وتعبوا كثير، وكذلك الإدارة المحلية اللي رافقت الفلاحين على أي مستوى كان يوصل في المسار التقني أو في الحوفية في البذور في الأدوية في المشروع. لماذا كان يوم موسم استثنائي؟ لأنه كما تفضل السيد رئيس الغرفة ربي لقى قاع الظروف بخلت ولاية عنابة بما فيهم الحرائق. عنابة ربي يحفظها من كل العوائق، والحمد لله كان الموسم كما تفضل تقريبا 450 ألف إمطار في الموسم بمردودية تتراوح بين 26 و 29 إمطار في الهكتار، ما يشرف الولاية. وكذلك في نفس الوقت التحدي سوف يكون أكبر، لأن ما دام إحنا بفضل ربي سبحانه لحقنا 450 إمطار، إحنا رانا نسجم إن شاء الله بربي المدرسة الشرفية تاعنا تكون أكثر بتذليل العقبات اللي كانت كاينة في العام اللي فات. الفلاحة واش الدبلوم تاعهم واش؟ الإدارة ولا تزول بزوار الجو، لكن خدينا القطاع. كاين انجينيير فاسيرا. كاين. ما عنده لازم الدبلوم باه تخرج دوزان من المونسان. تخرج ورقة تاع الفلاح. ورقة تاع الفلاح. هي والورقة تاع الفلاح تقرا عليها. لا فيهاش ورقة. تقرا لها بريود مش عارف علاش يا سلام. كلهم يهدفوا عندك حاجة كما نقولوا في الفلاحة وفلاحة ديروها يساعة الأقلاق سهلة هذا كل حل ظهرت لي ترون ساعة قاوش يمدوا حوايج أخرين فلاحة يمدلوا فلاحة يمدلوا لما عندنا ما نديروا بيها ما نبيعوها بعد فرنساء تقبض الصوار بعد دولة نورمال نفرز أمور يرقلي روحي نحكم في سريع نطلع عليها في غور ومايا واني عايش تما كي نخدم تما وندير الصوار نجي نخلصها مليار مليار يكفيني 900 مليار 50 مليون عندي 80 مليون ايه شفتي كيفاش لا بس صعيبه بعد لما هي 50 مليون يورو صحيح طلع معك سوارد اخوياك طلع تخدم واش تلقى تخدم طلع دور بالصوارد عندك سواردك بعد مش راه تغيبك فهمتي تقني غير تغيبك صحيح والله ما سا دي بون غيبلك مع الدول غيبلك سا دي بون راك تلقى ناس كبيره تسواك باينه مش كتروح هكاك تبان سا فالور اجوتي بدا يدير السريع منين فيما يخص ذكرت على الطماطم الصناعيه ديرهم من عنابه من هذا المساحه واضع لهذا الحالات في 500 هكتار احنا راح ان شاء الله بربي وربي مع سيدي الوالد عليها واش ما عندك ميديا ولا والو عندك تربي 2500 زيد 1000 هكتار ما كاين هادشي بوفرت ان شاء الله وكذلك غادي يكون تحت الفلاحين شوفوا تحت يا ربي انت اخويا ربي يسهل شوفك فيما يخص النجم الزيتي والمساحات اللي كانت عملوا اللي قدم لكم الحبوب راح نعاودوا نفس المساحات ونزيدوا فوقها شويه لان علاش لان القرار تاع السيد رئيس الجمهوريه قال لك لازم تكون عندنا 9 ملايين طن الاكتفاء الذاتي ان شاء الله بربي راح نخرطوا في هذه الخارطه هذه ووجد في لحا راهي تبعث كل سعيد اللي تكون عندنا منتوج نوعي وكمي ولهذا كانت عندنا الملك الأسرة المقبل إن شاء الله اجتماع مع السيد الوزير وراح نتصلوا كل العوائق اللي كانت إن شاء الله الرحمن الرحيم ونزيدهم نحينوا المعطيات وتبقى مضيف مصر فلاحة أو الغرفة الفلاحية من هذا المنبر الكريم ندعوهم للاتصال بالمدير المسافر او الفروع الاغتيال الاخرين ولا الغرفه الفلاحيه نحن تحت تصرف اي فلاح كان ونرافقوه في اي محافظات الا اذا كانت هناك عوائق ولا امور تقنيه لازم في اطار قانوني نشوفوها ولا ما قدرناش نوصلوا الوحيدين
نناقشوا بسيد الوالي ونروحوا للهيئات العامه. ولكن الخلطه الطريق على راهي مسطره ورانا ديناها كما تفضل السيد رئيس الغرفه، رانا ديناها في 80% الحرط والحمد لله. نوعيه التربه راهي واجده على سبيل المثال في الميدان، راهي واجده يكون ان شاء الله موسم باستثناء موسم ان شاء الله بربي. الامطار الاخيره اللي تساقطت على مستوى الولايه ساعدت الفلاحين وعطتهم كما نقولوا قفزه مهنيه نوعيه باه ينخرطوا في البرنامج. ولكن تفضل كاين هناك شباك واحد درنا في اواخر جويليه وطلبنا من الهيئات الماليه ولا نخرج من ذاك البنك التنميه الريفيه كانوا بدات تدرس على مده اسبوع طلبنا منهم وخرجتهم مشوارين هذاك طقس المده الى 72 ساعه لدرس المراقبين نقطه الشباك واحد وعلى المستوى المدنيه وهما مشكورين على ذلك لانها كل واحد يحط المدينه تاعو يكون الموسم ان شاء الله ناجح لعام ان شاء الله. رجعنا الى مخرجات الاجتماع الحقوق على المولات اللي كان تحت اشراف رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي. كان ربما من خلال التوصيات قد كلف السيد الوالي مباشره بمتابعه كل المراحل اللي يمر بها القطاع الفلاحي. كان ربما السيد الوالي سي عمار سعدي خلال الموسم الماضي كان اشرف على عمليه تقمنه تتبع شعبه الحبوب وكانت اثمرت هذه ربما العمليه نتائج ايجابيه في الميدان، اليس كذلك؟ شكرا. صح هو كان الموسم تاع دفاع يحكي معاه انا السيد المدير نحكي معاه في المدرب في زوز هو جاء كرئيس المدير ولائي على قطاع الفلاحه وانا كرئيس غرفه في الموسم اللي فات اللي عدى على دبي من 2022 عدى على احسن ما يرام. كنا نترافقوا في الفلاحين طيلة الموسم تاع الحصاد من تقريب شهر من ما كانتش الذاكرة شهر نتبعوا ما كانش لا العشان فلاح اللي عنده كوارت ساهم مالو ما عندوش كوارت يروح سدي الجنة نديروا ان بي بي نديروا ونجيبوا انا الغرفة ندير له شهادة يعني ما كانش حتى واحد ما دفعش منهم حتى واحد وقفنا على يعني كانت حتى مما كنت في كل انسان يداره من الدائرات يطرح حصصهم رئيس الدائره في البلد ورئيس البلديه ومع كل انسان واحد من غرفه واحد من الدياره التقنيين يعني عدت على احسن ما يرام هذيك اعطتنا رقمنا واعطتنا تجربه قلت السنه العام هذا راح نخدم بسهوله خلاص راح يكون موسم احسن قلت لك احسن من الفوق واكد عليها السيد الوالي في اللقاء تاع البارحين اللي كنا معاه كان يؤكد يقول بلي العام هذا ان شاء الله يكون احسن من اللي فات والحمد لله هو كان معانا العام اللي فات اتمنى الله نكون معنا الموسم هذايا باش نزيدوا نبرهنوا اكثر من العام اللي فات يعني فلاح ما كان يشكي وما كان يقول سيتو السجن الزيتي اللي عطى نتائج لا ما نقولوش ما عطاش نتائج لا مقبوله فاللي كنت الاندستري كما طمت الصناعيه كيف كيف المشكل الوحيد اللي عاملين منه حنايا انا طلب لها سيد الوزير سيد الوالي البارح مع الموضوع تاع البرودي المشكل تاعنا احنا في حنا عندنا مشكل تراسي الاسبوع اللي دائما عاملين منه كل عام نحكيو عليه وعنده مشكل تاع ديليغاسيون نورمالمون ليغاسيون لان ما نقدرش نديرو حتى شي لكن كل واحد يمكن 600 كل واحد عنده كم راح يزيد لك في المربع تاعو راح يكون ممكن 600 ممكن 500 Thank you.
السنه كل وقت قاعد يكونوا غنيين وهذا قاعد مشكل مشكل وطني مش مشكل وطني مشكل عالمي يعني في الغنيه راح يكون بالمشيئه في غادي 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 المباراه راح يجينا حتى احنا الغنيه احنا ان شاء الله من هذا المنبر الناديين ونقولوا الحكومه الحكومه قاعده تدرس القضيه تاع الزونغولين ممكن ان شاء الله يطيحونا في الزونغولين ان شاء الله الفتاح يفرح بالحوايج هذه هم زي كلمه في كل السريه من احسن مني كان ب 450 يعني احنا لا قدم وساق بس خلينا نسيت المدير اللي جينا نخدموا شكون العائله واحده ما عندناش اللي فرقنا هاك ولا هكا معنا اتحاد الفلاحين ونسيت كيف كيف راه يرافق فينا معنا في كبيرة وفي صغيرة. نعم سي عدو اكيد مادام يتحدث سي عمار على بعض الانشغالات المرفوعه من طرف فلاحي ولايه عنابه نعرفوا انه تجمعكم دوريا كل اسبوع لقاء على مستوى المديريه بالانشغالات حتى تنظروا في الانشغالات تاع الفلاحين وفلاحة يعني بحضور الغرفه بحضور كل الشركاء. لما تطرقت للنقطه اللي كانت اول عمليه قمت بها هنا مستوى عنابه كي جيت لعنابه وجيت اكد عليها السيد رئيس الغرفه قلت لهم انا المدير تاع حوار ابواب مفتوحه لاي كان ودرنا سنة حميدة في أي وقت تقتضي الضرورة لدعوة الفاعلين في المشروع الفلاحي أنا ننطبق هذه الأمور بغض النظر عن الاستقبال الأسبوعي للفلاحين حقيقة بداية العمل تاعي مستوى عنابة كنت ضغط شوية على الشكاوي تاع الفلاحين وكانت كثيرة ما كملش حتى ساعتين ثلاثة بعد الظهر ولكن بمرور الوقت بعد الملفات تحلت والحمد لله كانت هناك أموال تاع الناس معلقة خلصوها الشعب كاع من الحليب الطماطم الناس دات كانوا معلقين الحمد لله نقصنا ذاك الضغط اللي كان على مديرية المصالح الفلاحية وعلى الغرفة خذينا مسؤوليتنا وعدينا الملفات اللي كانت عالقة نقزي الاستقبالات راهي تتمحور 90% الا على اشكاليه العقار الفلاحي. العقار الفلاحي ما يخفاش على خويا والمستمعين هناك كانت عقود امتياز عند الجدد في بدايه 2010 كان الجد وبعد تولى الظلم والانجازات توفى والورثه هذو من 90% الاشكاليات اللي راهي مشاكل تاع عقار. اما فيما يخص الادوات التنميه والله صراحة دقيقة نهدر معك الأمور متوفرة الجاهزية تاعنا ولا ديسبونيبيليتي تاعنا ينجم يأكد عليها الصغوفة رانا كي تكون عندنا فرصة مع اجتماعات ولاد راني نخرج ميدانيا شخصيا نعاين المستثمرات أو كانت دومان كنت مجموعات وكنت لنا خلاص راني نخرج كي نسمع كاين مشكل كبير راني نخرج في عين مكان ناخذ قرارات في عين مكان رئيس غرفة ما عندنا حتى اشكال في عمليه العمل اللي نتمنى منه ان شاء الله ربي يرجع المكتب تاعي بالله يدلك السكر ويطلع عليا شنو يطلع عليا يطلع عليا راني هنا باش نربط يعني باش يقعد على السوق وقال مشروعين مشروعين طلع عليا خسر معايا من بالك وكلش شغل مقلق وانا هوني مقلق ماذا بيجيك المشاريع اللي نعوضوا هذيك الفلاحه التقليديه والفلاحه هذيك اللي يستنى وروج طول واش تعطيله رانا تجاوزنا المرحله واش تعطيله اخطاء يا حمد شكرا ما تكون قيمه مضافه في العجله الاقتصاديه نسحقوا ايادي و سافوار فير اللي يرفد القطاع الفلاحي في الانتاج في النوعيه رانا الوقت هبطنا الاكتفاء الذاتي راهي حاجه مسؤوليه على الجميع كاع لازم نضافوا ليتفلي بالحق في اقرب وقت ممكن وهذا اللي سيد رئيس الجمهوريه كاع شعب مختلفه كاع شعب لكن هناك شعب رئيسيه لتشغل المواطن الاساسيه كالقمح كالحليب كالبطاطا كالطماطم والحمد لله كان قرارات اتخذت على المستوى المركزي قال لك اشترى الطماطم حبسوا والحمد لله راه عندنا اكتفاء ذاتي ان شاء الله بربي منا عام ولا عامين الحبوب ثاني نقولوا ما نستوردوهاش البيض كذلك راه حبس الاستيراد ان شاء الله بربي منا على عامين كذلك تولي الحليب
يحول كغبرة ونعوضوها بالغبرة نجيب خارج، هذه أمور مش مستحيلة بان نحولها، ولكن لازم بعقلانية وتضافر الجهود. برك حبيت نزيد برك ندير في السيد المدير، هو الحديث بالاستقبالات اللي كان يهضر لك عليها دقيق من باش تشوف عيني يعني من حيث انستالور في الموضوع هو استقبالات جامعة خطأ استقبل حتى خاطي الاثنين دوسيات اللي كانت معرقلة دي كانت معرقلة من قبل تاع مشكلة الحليب ومشكلة تاع البخالة ومشكلة الربيع هذيك كلها مش باش الهضره دي راح يتغير راس العقيب هذا البرنامج راح نجيو نطوروه ونكثفوه في العمل القرارات التخصيصيه والابواب المفتوحه كانت 11 راح نطلع ان شاء الله بربيع الى 30 اما فيما يخص النشاط اللي غنكون في عندنا النشاط الاذاعي كان عندنا 324 تدخل راح نشوف الرقم يهضر على حد ذاته كان 27 حصه 14 مائده مش كثيره 17 تحقيق و 47 حوار مباشر للأغلبية للأخ الكريم سي عبد الرزاق هو مشكور على الجهود اللي كيديروا معنا بدنا نسحب الحوار في الميدان ولكن إذا سمحت من هذا المنبر عندي واحد الاقتراح في إطار التعامل المنسق بين وزارة الفلاحة والمديرية تاع الأرشاد لحد ما لو كان تكون عندنا حصة قبل مباراتها أسبوعيا اقترحوا بالك مع السيد المدير ولا عن طريق الشخص كل الكريم تكون حصة فلاحية أسبوعية علاش باه ننفوا الفلاح الموعد تاعها أولا وتولي سنة حميدة لأن اضطروا في لقاء أسبوعي يبقى لكم من تقترحوا هذا اليوم ولا الساعة ولا الفضاء هذاك أن باه علاش باه نعاودوا نحبسوا ناس بصفة أسبوعية ومداومة لأن القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد باهم نسيو نخطو الناس اللي ما عندهمش علاقه ولا اللي ما يسمعش على الفلاحه ولا ما عندهمش رغبه في الفلاحه يجيبوهم لينا سواء عن طريق تربيه الحيوانات او عن طريق مدارس مثاليه تكون في الارض في البلدان من المساواه المؤسسات التعليميه علاش ما نفعلهمش طاعات الحقول والاستهلاك باهم نستهلك دونك نقترح هذا المقترح ان شاء الله ربي ياخذ بعين الاعتبار وتكون اي مراسله رسميه من هذه الجانب المؤسسه تاعكم في الأرشاد في هذا وش عندي حد يقول إنه يتعلق بالبرنامج اللي قاعد يتحمل المدنية مع الفلاحين في الركول هذا عارف عارف
ودرت إعلانات تخص الأسمدة السطحية أو الأسمدة العميقة وهي مستوى هذا اللي في خطاب أخير أصدار الجمهورية عام إن شاء الله مربحة تبي تصنع هنا في الجزائر لنقصد التبعية الاقتصادية في مخصص الأسمدة وهي بخلق الارتفاع الذاتي بين أنها عنصر فعال في عملية النمو الخلال النباتي. حب نزيد نقطة أخرى وهي دخل الدولة ونقصد بعض الأسعار بما فيها أن هناك دعم في لعبة الميدان معنا نسبة 20% إن شاء الله بربي تولي أسمدة هي أنا كنا متوفرة اللي تستورد إن شاء الله بربي رأس التوجه سبب الجمهور في تنتج محليا وهنا تولي عندنا نتحكموا في عمل الإنتاج ونتحكموا في البرامج الفلاحية اللي بالنسبة للأسمدة. كان فئة من الشعب اللي بالك ما كنا بمدام رانا في حفل البر وهي شعبة إنتاج الحيوان وهي شعبة مهمة جدا ومتغيرة. رانا إن شاء الله بربي تبني برنامج اللي نديرو في الأسماك مع الغرفة الفلاحية راح نستابيليزي الإنتاج الحيواني ونبدينا في عملية التعريف التقني للحيوانات وعن طريق القوائم تاع اللي يستفادوا من الدعم تاع البخالة راهي عندها بركا 10 أشهر بدينا عملية التفتيش في الميدان والتعريف تاع الحيوانات رانا مغوصين مليح كيف تكون أمور المعطيات متوازنة راح يكون هناك برنامج فيما يخص التحسين الوراثي للأبقار لأن عندنا الأبقار المحلية وهي أبقار فريدة من نوعها في السوق العالمي منها الشرطة منها اللاذقية المواز منها هذه إن شاء الله برنامج يكون برنامج للتحسين الوراثي تاعها كذلك عملية تحسين الكثافة تاع الولادة عن طريق المعز والأرنب هذا بالتعاون مع المعاهد العلمية والجامعات وكاين فيما يخص تحفيز المربين فيما يخص إنتاج الحليب راح يكون هناك عمل عميق وكبير إن شاء الله بيتم إن شاء الله بربي الوقت والجهد إن شاء الله بربي 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 إن شاء الله ربما أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق ربما بالمفاد الشيري ليلي للبيت العسيد الكريم وأيضا ما يتعلق فيما يتعلق بلجان المشتركة في لاحق جانب والله راح نقول لك بصفة مختصرة إن شاء الله الوقت يداهمنا عندنا 3 ميادين وراهم يدخلوا خوتنا الإدارة اللي يتعاملوا معنا عندنا مسوى الميناء ولا حبة ولا حبة عظمة تعطيه اللي تدخل بدون إرهاق الميناء الحدود الميناء راه يأمنوا الحمد لله صحيا فالأمن الحمد لله وبزاف السرعة اللي كانت ناخذ بها المقابر هي النقطة الثانية وهي على مستوى الأسواق والصدور الأمنية والأسواق لا جمعة ناسب ولا هي المشروع هي مسخرة سلام العبير وزير مباشرة الكلام المشروع ما ينفرج مسامة بأحد الدولة تعالى ممنون الدولة مسامة في الحويل هنا ما كمل عليها شموط أخرى بالتأثير نروح جوجل تحت كل مسيا نشوف لما مش نبين فلاش يصور في الرايز يصور الغلطات التوجيه ما كيما هو كاميرا نوت كاميرا مقطوتين لازم فلاش يصور صور يجيك بروسي للدار ديريكت الحمد لله مش كمان من راح ديرها فوكا وراح تشوف الفرج على روحك ونجيب القاصين ونشكر على الطيران كيما البلدان المتقدمه كيما البلدان اللي تعرف في التفتيش وفي البلدان تجي انت خير من اخر من اوروبا اوروبا مديرين وكل شعب تاعهم متربي هذا ويعرف القانون ويعرف الدنيا ويحترم احترموا القانون احترموا القانون احترموا القانون احترموا القانون يحترم القانون متفق لكم مش منطق حارة لا هم يحترموا منطق فيها لا هم بعد علينا بعد ياسر مش فيه لكن منطق لا تحترم القانون ومش مدير لك
حتى حاجه بيحكي لبعض. يجيك بروسي الاول الثاني والله ما بقيت تتحرك. الطريق قد قد تولي ليل ونهار روح شوف هنا في السبعة يروحوا للبوليس اللي في رجل يولي ما عندهم حتى معنى بس كل تحرك. ما نحكيوش في النهار نهار بداك ساعة ساعة تصرف. واقع القطاع الفلاحي وآفاقه بولاية عنابة. مؤشرات فلاحية رصد انشغالات الفلاحين وطرحها على مسؤولي القطاع. مؤشرات فلاحية مع عبد الرزاق إدريسي. نقولهم قطع من هنا ومنه منه على برواد لك نمبورت غير عبط يوم مقرح فلان Thank you.
هادي ليش دي جويت شكرا. بعد عن ماذا صوت يحدد ملامح الصوره. نحن التنوع، نحن الراديو. إعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشمالية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشمالية متنوعة وعلى أثاث الإشمارات والإشمار الرقمي معايير مهنية عالية جودة لتحقيق النتيجة. الأبطال والخدمات الجزائرية.